التضحيات اللي أنا قاعد أتكلم عنها تضحيات جدا مقبولة وما تأثر على ما تأثر نهائيا على الناس. أنا قاعد أتكلم مثلا يعني البيوت لازم ما تكون بهالحجم هذا، يعني اللي قاعد يصير الحين معانا خاصة في المدن الجديدة سواء جابر الأحمد ولا سعد العبدالله، الناس قاعد تبني سرداب وتبني ثلاث أدوار، وبعض الناس ضعيفين النفوس يبني بعد دور رابع ويخالف. هذا قاعد ياخذ حصة الناس في المستقبل من الكهرباء، عرفت علي شلون؟ وقاعد يهمني يأثر على الحكومة بدعم الكهرباء. كل متر مربع يكلف الحكومة دعم كهرباء سنوياً 10 دنانير، يعني عندك بيت 400 متر يكلف الحكومة دعم كهرباء 4000 دينار.